السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين طبعا الاكل قدامكم اهو، سمك وسلطة، سمك صينية ورز ببصل. احلى سمك صينية عاملينه النهاردة، واحلى رز ببصل، واحلى سلطة فرح عاملاها، واحلى سمك بولتي مقلي. ايه رأيكم في الاكل بتاعنا النهاردة؟ تعالوا اتغدوا معانا، ايه رأيكم؟ شايفين جمال السمك الصينية؟ شايفينه؟ مالكوش بقى على طعمه وريحته، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ تيجوا نشوف عملنا ايه؟ يلا تعالوا، يلا نشوف احنا عملنا ايه. وهنبدأ دلوقتي ننضف السمك عشان ننقعه شوية بالليمون والخل، ننضفه وننقعه. دي سمك مثلج تونة صغير، هنعمله صينية، هنعمل صينية وهنعمل ان شاء الله مقلي. هنتوكل على الله ونبدأ بقى ننضف السمك. بسم الله. نبدأ بقى ننضف السمك اهو، دي السمك التونة الصغير بتعمل صينية بيبقى حلو قوي. ومعانا سمك بولتي هنقليه اهو، معانا سمك بولتي بننضفه كده. البنات الصغيرة اللي لسه ما بتعرفش تعمل اي حاجة في المطبخ، نقصه بالراحة كده اهو اهو. نبدأ نفتح بطنه بالمقص كده ونعمل القشر بالسكينة كده، نشرب على السمك البولتي كده، بنشرب بالسكينة كده بالراحة اهو، من الجناب الناحية التانية بقى بنعملها اهو، الناحية التانية بنبدأ نعملها اهو، بننضف هفتح بقى بطني بس بعد ما اخلص ايه كمية السمك اللي معايا، اقصهم واشيل القشر واخلص واوريكم. ودلوقتي بعد ما نضفنا السمك اهو، حطيته في مية وخل، وابدا احط عصير عليه الليمون، اسيبه يجي ربع ساعة كده عشان لو في اي زفارة او في اي دم فيه ينضف ويبقى زي الفل. انا حطيت شوية خل وبعصر في الليمون اهو، كان عندي شوية قشر ليمون حطيتهم، قشر الليمون حلو او بيشيل اي زفارة وبيعمل بيخلي السمك حلو نضيف، قلبه نضيف وحلو. فانا هبقى اسيبه كده ربع ساعة على ما ياخد ويدي كده في الليمون والخل عشان لو في اي زفارة تروح. ماشي، وابدأ بقى اغسل الرز واسيبه ينقع شوية وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ نغسل السمك من المية بالخل بالليمون، نشتغل بمية عادية، نشتغل بمية عادية خالص، وبعد كده نبدأ نتبل. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما غسلنا السمك بالملح والليمون هنبدأ نتبله. التتبيلة دي عندنا اهي عبارة عن توم وشطة وفلفل اخضر وكزبرة ناشفة وكمون وشطه ناشفه وليمون وخل وملح. التتبيله دي بعملها دايما وبسيبها في التلاجة تبقى جاهزه عندي على طول، بتضربها في الخلاط او في الكبه وتبقى جاهزه عندك على طول، للسمك للبتنجان لاي حاجه. فنبدا بقى نتبل السمك اللي هنقليه ونشوف هنعمله ازاي. بسم الله. كده خلصنا السمك اللي احنا هنقليه اللي هو المشاط، هنبدأ نعمل السمك اللي هنعمله صينية. ودلوقتي يا حبيبة هنبدأ نتبل بقى السمك الصينية. دي طماطم انا فرمتها وحطيت معلقتين زيت في قلب الطماطم، وابدأ احط من الدقة اللي انا قلتلكوا عليها اهي، حط معلقتين تلاتة. الدقة ديت هتغنيني ان انا احط فلفل او اي حاجة تانية، بس اقلبه بقى واشوف ايه لو محتاج ملح او حاجة، وابدأ اتبل ايه السمك بتاعي.
هو فيه ليمون وفيه كل حاجه، انا بس ايه احط ليمون عليه بعد ما احطه في الصينيه. هقلب بس التتبيله دي بالصلصه واشوفها لو عايزه ملح ازودها شويه فيه، وابدا اتبل السمك. يا بركه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله. ادوقه بس اشوف عايز ملح ولا لا. هو كويس مش محتاج ملح، بس انا دوت حته يعني حته تتبيله بس بسيطه كده. هبدا بقى اتبل السمك بتاعي واحطه في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، واحط السمكه في قلب التتبيله كده. وبتعمل كده، ابدا احط السمكه كده في التتبيله عشان تاخد من كل التتبيله بتاعتها، واحطها في الصينيه. وريهم يا فرح كده في الصينيه اهي. نعمل كمان سمكه معاكم. هبدا اعمل كل السمك اللي عندي بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي واحطه في الصينيه واوريه لكم في الاخر. دلوقتي يا حبيبي حطيت السمك كله اهو في الصينيه، حطيت الطماطم عليه، ابدا اعصر بقى الليمون عشان ادخله الفرن. انت ممكن تسويه على البوتاجاز وبعد كده ايه تدي له وش تحت الشواية. انا بصراحه بسويه على البوتاجاز وبعد كده بحطه في الشواية، بيبقى حلو. هو كده خلاص جاهز، هحطه بقى على النار وارجع لكم لما يتعمل. ودلوقتي هنبدا نعمل معاكم الرز ببصل اهو. حطينا زيت في قلب الحله وقطعنا البصل حتت اهو. ابدا بقى البصل يتحمر. نبدأ بقى البصل يتحمر اهو، هنسيبه لغاية ما يتحمر خالص. نبدأ نقلب كده اهو بالراحة لغاية ما ايه ما يتحمر خالص. ما يوصل للدرجة اللي انا عايزاها هوريهولكم. ودلوقتي البصل اهو بدأ يحمر، بس انا عايزاه يغمق كمان شوية عشان البقدونس لونه بني، فهنحمره شوية كمان. دلوقتي هيبدا يغمق اهو، انا كده عايزاه بس اللون ده. هسقط الميه وارجع له. ودلوقتي سقطنا الماء الرز والميه وحطينا الملح، هنقلب فيه كده ونسيبه لغايه ما يتشرب ونهدى عليه. ما يبقى اجي بقى اقلبه عشان اهدى عليه هوريه لكم. واهي صينيه السمك معاكم اهو، انا حطاها على البوتاجاز بتستوي، هتتشرب الماء بتاعتها دي كلها وادخلها الفرن. انا هدي عليها شويه عشان تستوي وبعد كده هدخلها الفرن. نطلع من الفرن اوريها دلوقتي يا حبايبي. الرز اهو بدا يتشرب اهو، هنقلب فيه ونهدي عليه بقى النار ونسويه يستوي براحته. بسم الله الرحمن الرحيم، سيبه يتشرب شويه كمان وهدى عليه واسيبه يستوي براحته. ودلوقتي يا حبايبي انا في الروحة هعمل دلوقتي السلطة. معانا جزر، معانا قرن فلفل حراق وفلفل عادي واربع طماطمات وقتاية، وماما لسه هتعمل خضار. طبعا ماما هنخلصها وهنوريها لكم. طبعا ماما عاملة الرز بيستوي مهديه عليه، والسمك برضو حاطه لسه على البوتاجاز، لما يتعمل على البوتاجاز نوريه لكم. ما خلص السلطه هقولها لكم، يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي هنبدا نقلي السمك. انا غسلت الطاسه وحطيتها تصفى من الزيت وصفيت الزيت اهو، وابدا احطه في الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت بقى هيغلي وابدا احط السمك. هنبدا نبدر السمك في الدقيق عشان نحطه في الزيت اهو بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه في الزيت بس ما الزيت يغلي. ابدا ابدره واجهزه على ما الزيت ما يغلي، وابدا اسقطه.
دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الزيت إلي غلي اهو، هبدا احط السمك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وهدي عليه بقى شويه كده، يكون يستوي براحته، واقلبه على الناحيه الثانيه. دلوقتي يا حبايبي هنبدا نقلب السمك على الناحيه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى على الناحيه الثانيه مقرمش ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى يستوي شويه، نرجع نشوف.